كلميني طيب عن الكوليكشن بتاعك بتاع الشتاء والالوان اللي استخدمتيها في الشتاء دي والخامات. طبعا انا حاليا بستخدم يمكن اسلوب هذه المره بسوي مختلف عن كل مره، هو نفس اسلوبي ولكن انا بحاول اني اعمل ديزاينات ناعمه بسيطه بحيث انه اللي يشوفها على الرنوي يقدر يشتري اذا حب في يوم، يعني في محل في البوتيك، لانه دائما بأميل للاشياء اللي مره فخمه، والفخمه دي بتخلي يعني هو بتعتمد اكثر شيء اللي بيشتروها يعني يا اهل عروسه يا اهل عريس يا اما احد فنان، اما باقي الشعب يعني يقول لك انا ما اقدر اشتري القطعه دي. فانا بتمنى اني اعمل حاجه تقدر تلبسها المحجبه وتقدر تلبسها البنت اللي هي التينيجر، وفي نفس الوقت تقدر تقتنيها في السعر كل الفئات، وهذا اللي هي الكولكشن بعتمد على هذا. بالنسبه للالوان يعني انا ما بين اللونين اللي بدات فيهم ما بين اللون الكحلي ودرجاته الى افتح درجه في العرض، وما بين اللون البينك ودرجاته، هذه اللونين اللي بشتغل عليها.